السلام عليكم. جيت نهضركم على فوائد ديال هذا الزا. هذا الزا خوتي كما شفتوا البارح مس واحد فيديو اللي حطم رقم قياسي صراحه في الفيديوهات كاملين لمده ديال 4 دقائق وصل 120000. واليوم عملوا لي استليال واتصلوا بيا الناس صدوا لي ميساجات في الواتساب ديال مصابيح قالوا لي هذا الشيء هذا راه السير وانت كتهضر عليه. المهم هذه اللي وريتكم هو السير، اكبر سير اللي عند المصبانات اللي كيستغلوا به الناس مساكين ما عندهم كتجبر عندهم مشكلات بزاف هادو. المهم اخوتي هذا الزا هي السر الكبير ديال المصبانات. انا طلبني نطلب منكم بحال اللي كنعمل لكم انا في فيديوهات، بارطاجيو هاد الفيديوز باش لا الدواء اللي من عندي يبقى عندكم. وان شاء الله هاد الزا هادي غوزيه البارح تحكت خصكم تسكايليه صدق الناس غير جربت بزاف حتى الناس كيعرفوا شنو هي شمن هي بيطه. مهم الاخوان هادي صالحه احسن برودوي ديال السفوريات تحت اليدين، وريتكم الطريقه كيفاش كتعملوا لها. ونسبه الصفوريه ديال كما سيت عندك صفوريه كب هذه في البانيو عمل معها الماء سخون ودخل تيشرت حركه شويش وترجع بيضه كما كانت. هذا اجمل سير. وبزاف المصبانات اللي كانوا كتجيب لهم شي كليه انا شي قميص ولا تيشرت كيقولوا لها 60 درهم حيت هي ما تزولاش الا ما كانت هذه. وصدق بزاف ديال الناس بلو فينا ديال مصابين وهذاك ماشي مشكل، ما كيهمني حتى حاجه، كيهمني هو مشاهدين اللي عندي هنا في تيك توك يستافدوا مني واخا انا عندي الدومين ديال المصبانه. مهم الاخت الاخ الزا دائما تكون عندك في الدار، هو الحل الوحيد ديال الصفوريه، هو الحل الوحيد باش تنقي قوامج دراجلك، تنقي قوامج ديالك، تنقي التيشيرت ديالك. هذاك مشكل كبير اللي كيكون الصفوريه تحت اليدين وكتزول حتى الصفوريه ديال التيشيرت كامل. مهم بلا ما تمشي جيب كديري 50 فرانك جيب 10 خليهم في الدار ديالك، كل وحده تزول لك 3 ديال التيشيرت، هذه قسمها على 3 ديال القمايج او 3 ديال التيشيرت. وان شاء الله تجربه مضمونه 100%. كنتمنى ولي شاف هذا الفيديو كيشوفو يعمل قل بعد ما كنت البارح 120000 ما كملش 10 دقائق و2000 ديال قلوبه حشومه. حنا شوف كيفاش كان قسما بالله اللي كيزبلوا لي في الوالدين ديالي هاني انا شوف اللي كيزبر مرطهاف ما عنديش مشكل. بنادم يجي نولجا ويقول لي بغا ساعة فهاديك الحاجة حاجة أخرى. المهم إخوان هذا السر، والسر ديال الصفورية اللي كتكون تحت اليدين ما كايناش اللي كيزولها من غير هاد الملعوقة ديال الزا. وإن شاء الله جربوها وعادي تشكروني بزاف. يلا